بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا أرنا ما ينفعنا واكتبه لنا وأنت مبارك لنا فيه، أمين يا عظيم. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأكبر. نأخذ الآية التالية 52. ثم عفونا عنكم، شو مكر ربي من بعد ذلك، أي الوقاحة باتخاذ العلم واشرب في آية أخرى، واشرب في قلوب العيش. أول اليوم يجري في دمهم حب الدنيا، ويتعاملوا بالربا، ويسخروا من العالمين، وفرقوا لهم عائلاتهم، وينوم أيوين كل قضية. اش عملت؟ هو جاء الأجل وقرب الأجل، الغد والصباح راهو مش ضعف الفائض، مش يضعف. هذا قد يقع في البنوك، في غير البنوك، في كل قولوا مصر، حتى ما لا إلا تلقى بني صهيون يفرضوا قوانين بكل عنجوية وكل ظلم قبيح على من دب هب ودب على وجه الأرض. اللي يطرفوا بهم يسلخوه سلخا. نعود إن شاء الله تعالى لنكتشف أسر أخرى في هذه السورة فيما يخص دناءة بني صهيون. ألا لعنة الله على الظالمين من أولهم إلى آخرهم إلى يوم الدين وبعد.